الكرة تنطلق السعودية، الانطلاق من الطرف، تدقق لعب الشوط الأول، سالم الصاروخ، الصاروخ بالرأس، والكرة الأولى لياسر الشباك. المنتخب السعودي يعنونها يعلنها منذ البدايات، هذه مباراتنا، لا نريد العودة للرياض من يوم الاثنين. اللي بين السعودية والبحرين غابت فيه الأهداف. ترجع الكرة للمنتخب السعودي، يمشي سالم، الدوسري في الاتاك، والكرة تمشي من كنو، وكاد يكون الهدف الأول، أو كرة من نواف، كرة من العابد، كرة من محمد، تتحط الكرة بحرينية، المنتخب البحريني في كرة خطيرة جدا، فرصة كبيرة، وكرة الهدف الأول لولا فواز الكرني. الله على أحلى كرة، الله على كرة تخطف، الله على كرة تسدد. الأخضر السعودي لا خسارة اليوم لأنه معها يخسر حظوظه، الانتصار يقرب السيمي فاينل. جول يا عالمي يا ولد، يا عالمي يا ولد يا حمدان، حمدان والميدان يا حميدان. المنتخب السعودي يفتح باب التسجيل. كرة من سلمان، سلمان للسالم، سالم سلمان، عودة له ممتازة، يمشي بكرة خطيرة وين شوط ثاني، والحارس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هذه معسوفة، هذه معسوفة سعودية، هذه على طريقة العرضة، التقدم عن طريق الممتاز، كرة خطيرة جدا، الهدف الثاني، الكرة على القائم، وفرصة، وضاع الهدف الثاني. الله على الأخضر، الله على الأخضر لما يبدع، الله على الأخضر لما يتألق، الله على كرة الزمن الجميل. ركنية السعودية تلعب عرضية راسية، الثاني الثاني الأخضر، الثاني الأخضر، الثاني الأخضر، الخبران يأتيكم بالخبر. القوة والتفوق في الثنائيات والصراعات البدنية، رغبة المكسب، والثالث والثالث والقائم، والقائم يا حمدان، في وقت تعديد الامتيازات وفي وقت تنويه خصال المنتخب، وبالتالي خرج كنو وخرج نواف، ويمشي سالم ما يخرجش، سالم يدخل ما يخرجش، وخطيرة والهدف الثالث، ومش ممكن على الكورة. يا سلمان يا فرج، يا فرج، منع عنك الفرح في جزء من أعشار من المية. لا يريد أن يخسر على الأقل ما غير تبديل الفارق، والمرتدة خطيرة، وفرصة الثالث عودها له، عودها له، يهرب فيها فرصة الهدف الثالث، يمشي الكورة من سالم، فمش خطأ، سالم الثالث، سالم، يا الله، يا الله على قبيحة، يا الله يا ابن الدوسري، الدوسري يسدد ويربح الركنية. خطير جدا المنتخب السعودي بالمرتدات. المنتخب البحريني ورا التبديل الفارق، هدف ممكن الان، ورا ممتازه، هي لا عاد غريبه، لا عاد غريبه، هذه غريبه، هذه يا ذياب، يا ذياب، ماذا بينك وبين الكوره؟ الان يعني خلاص لمينا الاوراق، سكرنا الكراس، نقول لكم ليلتكم زينه، ليلتكم سعيده، مبروك الاخضر السعودي في البلاش، سدد الشكر، هارتك الفريق البحريني.